مشاهدينا، الساعة دلوقتي 9 بتوقيت القاهرة، معادنا مع موجز لأهم الأنباء مع دينا. تفضل يا دينا. شكرا لك. من 9 صباحا بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تمتلك فرصا واعدة في مجال الهيدروجين الأخضر بما تملكه من مقاومات، وخلال ذلك مع حواره مع مجموعة من طلاب وطالبات الأكاديمية العسكرية ضمن جولته التفقدية، حيث أشار الرئيس السيسي إلى أن الهيدروجين الأخضر هو المستقبل، لافتا إلى أن الدولة تسير في هذا المجال بشكل جيد. وأضاف الرئيس السيسي أن مصر تعمل على الربط الكهربائي مع إيطاليا مثلما تم مع اليونان، ومؤكدا في الوقت ذاته أن الدولة تعمل كذلك على تصدير الغاز إلى الدول التي في حاجة له، وهي دول شمال المتوسط. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا وفقا لصلاحياته الدستورية يقضي بالعفو عن بعض محكوم عليهم بأحكام نهائية، ومن بينهم أحمد دوما. وأعربت لجنة العفو الرئاسية عن شكرها للرئيس السيسي على قرار الجمهوري بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية. التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنيفي ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح والقائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير أركان حرب خليفة حفتر في بنغازي في إطار التباحث حول مستجدات المسار السياسي. وأكد القادة في بيان عدم المشاركة في أي لجان إلا بالإطار الوطني الداخلي دون غيره، كما تم الاتفاق على أن يتولى مجلس النواب اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة باعتماد القوانين الانتخابية المحالة إليه من لجنة 6+6 بعد استكمال أعمالها واجتماعاتها للتنفيذ. أعلنت المجموعة العسكرية التي استولت على السلطة في النيجر عن اقتراح بفترة انتقالية للسلطة لا تتجاوز 3 سنوات، وحذرت تلك المجموعة من أن أي هجوم يستهدف النيجر لن يكون سهلا على المشاركين فيه. جاء التحذير مع وصول وفد من مجموعة دول غرب إفريقيا إكواس إلى عاصمة النيجر في مسعى دبلوماسي أخير قبل اتخاذ قرار بشأن التدخل العسكري. حثت الولايات المتحدة الصين على التوقف عن ممارسة ضغوط على تايوان بعد أن بدأت بكين تدريبات عسكرية حول الجزيرة، وذلك ردا على زيارة ويليام لاي نائب رئيسة تايوان للولايات المتحدة. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن ستواصل مراقبة التدريبات العسكرية الصينية عن قرب. أدان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين القصف الروسي الصاروخي لوسط مدينة تشيرنهايف في شمال أوكرانيا، وأعرب وزير الخارجية الأمريكي عن حزنه على هذه الخسارة في الأرواح، مجددا تأكيده على وقوف واشنطن دائما إلى جانب الشعب الأوكراني. وكان مسؤولون أوكرانيون قد أعلنوا أن 7 أشخاص بينهم طفل عمره 6 أعوام قتلوا وأصيب 129 آخرون في ضربة صاروخية روسية أصابت ميدانا في وسط مدينة تشيرنهايف التاريخية بشمال أوكرانيا. أرغمت الحرائق العنيفة المشتعلة في كندا السلطات على إجلاء آلاف الأشخاص من شمال البلاد وغربها، حيث واصلت عناصر الإطفاء المكافحة حرائق نادرة من حيث شدتها، كما تلقى نحو 30,000 شخص أوامر بإخلاء منازلهم في مقاطعة بريتش كولومبيا غرب كندا، وفق ما أفاد مسؤولون إقليميون مع اقتراب حريق غابات هائل في مدينة كلونا. وتشهد كندا هذه السنة موسم حرائق غابات هو الأشد على الإطلاق بسبب أو تسبب بإجلاء 168,000 كندي عبر البلاد، وأتى على 14 مليون هكتار من الأراضي. ختام موجز 9، فاصل ونعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر.